الليلة في لشبونة في استاد دلوش المرينج ريال مدريد وكلوب أتلتيكو يلتقيان من أجل لقب للتاريخ. التاريخ يكتب، ولذلك هي الألاف المؤلفة، 65,000 من أنصار الفريقين رافقوا الكبيرين والإخوة الأعداء في ديربي بثوب أوروبي. كريستيانو رونالدو يلعب في الدلوش 10 سنوات بعد نكسة اليورو في نهائي بورتغال غريس مع أوتو ريأجل. يومها كان يافعا، ولكن الليلة صار أسطورة. كريستيانو دون، صاروخ ماديرا وكبير فونشال، تايل باي الدفاع، ميراندا جاب الكاس العام الماضي في البرنابيو بالراسية في مرمى لوبيز لفريق الأتلتي، ومعه جودين جاب الليغا في الكامب نو. أو للأرترو برتوغيز يمشي البرتغالي فابيو كونتراو، والكرة ترجع للمرينجي بحضرة النجوم، يلعب دي ماريا الريال بديميح، كريستيانو دون وفي خطأ، حذاريا تضرب هنا، حذاريا تركله هنا، هنا يهيجون عليكم، هنا في داره في أرضه. يلعب الكرة على مين؟ كارفاخال، كارفاخال للمرينجي، كرة تقطع ممتازة تراو، كريستيانو رونالدو الصياد الأتلتيكو تاريخيا. كارفاخال يحط كرة بنزيما، بنزيما غارث بيل يطلع للصورة، وفي الصورة كورتوا، كرة أولى مدريدية، كرة من كاربا، يلعب كارفاخال، خطيرة كرة في منطقة الجزاء، ما فما شيء، كرة ترجع من ضربة مرمى للحارس بورتوا. الريال عازم على العاشرة، العاشرة والرهان تانجو، الأرجنتيني اختيرة، العرضية طويلة بعيدة، والكرة تزف إلى العريس كورتوا، يستأثر بالكرة الرافة فاران، فاران تتحب كرة لكركاسياس، ودييغو كوستا يخرج. مريال لم تقدر لدييغو كوستا، كوستا لم يلعب إلا 8 دقائق. يمشي دي ماريا للفوز، يبحث كرة ويبعث كرة عن طريق كريم بنزيما، والكرة ترجع لكورتوا. كامي يلعب كرة خطيرة صعبة، يخرج كار أبيو كونتراو، يلعب كرة طويلة وبعيدة سهل الحارس كورتوا، عينك على بيل، بيل كارفاخال، كارفاخال عرضية. الملك سعيد بالتواجد الإسباني، ولكن قلبه بيني وبينكم يخفق مع البيضاء، فهو عاشق للمرينجي. 74 كان في استاد بروكسل، وكرة خطيرة، إربي رونالدو من هنا، أو راسية جودين من هنا، كسرات، لذلك انتظروا ساعة السفر، ساعة التنفيذ، وكورتوا لا يخطأ، لا يباغت، بيات، كرة عرضية، خطيرة إلى الراسيات، إنزيما، كرة الجارد بيل، كرة الجارد بيل، والدفاع، كرة ترجع طريق القائد كعبي، ممتازة فكرتها، خارج من خسارة داخل في الربح، حضاري وكرة من راموس. راموس معذب بايرن، كاد يعذب الانصار، ترى رد بالك كوكي تمشي بالراس عن طريق رافا فاران، لكن هنا التغطية موجودة، يا رب دي ماريا، يا رب دي ماريا، دي ماريا ورقة، ورقة صفراء ديكويبرز، هاجوا وماجوا هنا في استاد لشبونة، الكوماندانتي يتقدم رونالدو، وري، والحارس كورتوا يوقف كرة البرتغيز. هذه هي اعطاها رونالدو، جارد بيل، جارد بيل جول، جارد بيل، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، انتظرتها هدف، وحلم بها آل مدريد في الشباك. يتقدم مودريتش، يمشي الرايع الكرواتي، يتفنن في الباس، يعرف فيها كارفاخال، وكرة لبنزيما رونالدو، والكرة الثانية اوت، خطأ، فاول موجود، جارد بيل يعتدي على لويس، للوام في منشن على فريق ميلان، وهدف اول، الهدف الاول للأتلتي، جول 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 جول، عملوها بالرؤوس، ضربوهم بالرؤوس، قاتلوهم بالرؤوس، ويتقدمون في اواخر الشوط الاول 1-0 الريال. إيكر كاسياس لم يقدر، والكرة الأولى في الجول عن طريق جودين، عن طريق الأوروغواياني ابن السلستي، يضرب برشلونة ويقهر الريال. من أين لك هذا؟ من أين الرأس هذه؟ البيت الأبيض في كرة، امشي كرة عن طريق دي ماريا، خطيرة جدا عن طريق كارفاخال، كارفاخال يوزع كرة بعيدة، ودخول التاريخ يا الأتلتي، امشي كرة خطيرة بالرأس، والكرة في شوف سايد وركنية، ولكن حسينا بغيابات الأبيض بالرأس. الري، كرة بطولة، كرة قتل المسابقة والمنافسة، الكرة مودريتش، مودريتش لعب كرة ممتازة، فمش أوفسايد لكن قوية برشا، مازالوا يضغطون،
طارت الكرة ملا روح دو بنزيما بيل مش في فورمة كبيرة وكرة خطيرة وترجع بالراس جا الكرة عن طريق مودريتش جاب الكرة بعيدة لورينتينو بيريث جودين ودافيد فيا ويعود من جديد عاد فيا لأيام المونديال عاد دافيد المرافية بالأتلتيكو خنق فريق ريال مدريد في الشوط الأول عن طريق لوبيز يحط كرة فرصة للضربة القاضية مودريتش يرجع بالكرة يمشي مودريتش محصور بين اثنين ديكوي بيرسا قريب يرجع للخطة للمرينجي الثبات هي كرات لأمل وتثبيت الحلم ترجع كرة بالرأس أتلتيكو بالطول والعرض كرة الهدف الثاني أوري كرة أخرى لأتلتيكو يستهلون كرة مرة أخرى لأتلتيكو مدريد الأتلتيكو هي روح حلم الأتلتيكو بما معنى أنه كل من يزيح برشلونة في آخر السنوات هو بطل الشامبيونز ليج تكرر هذا الأمر مع إنتر ميلانو عام 2010 90 دقيقة في نهاية موسم ما يتعبش خطيرة جدا الريال ورقة فماش كلام يا ميراندا ولكن جمهور الريال هاج إيش يعمل بالورقة حاجته بالأهداف إيش يعمل بالورقة عينه بالجول عينه بكورتوا جارث بيل يحب يسدد ورونالدو موجود تلاوات والدعوات رونالدو يمشي شفت حسيت شميت لكن ما شفتش كورتوا العملاق الكبير شكورة على طريق الريال عرضية كرة ثابتة رونالدو وركلي أخرى المرنجي كوني ستنزل الميدان ترجع كرة بالرأس خطيرة فرون رفعون ورا برا ثلاثة كرات ثلاثة محاولات في أقل من خمسة دقائق باليغ السوبر الأوروبي لينتر كونتيننتال يبقى الشامبيونز يا الأتلتي ولكن أهدرها لوبيز تمشي كرة من جابي والكرة عرضية والكرة خطيرة للدوس كرة الدوس الثانو يا الأتلتي إيكر كاسياس يعاني في نهائي الشامبيونز ديربي الشامبيونز لمن سيكون الآن تغيير ثنائي مرتقب إيسكو ومارسيلو تاباتا لوبيز بنزيما ماشي مع الماشين رجع مع الراجعين ولكن يخطف كورة للتعادل الثمين اثنين نعديك اثنين نمشيك وتمشي الكورة ترجع الريال يعاني العرضية قريبة الرصية والريدة فريق الأتلتي هجوم ودفاع ملا روح ملا جريدة 61 العرضية خطيرة رونالدو الراموسي والجناح الراموسي وزع كورة والريد ضاعت يا الميرينجي كورة قريبة جدا مارسيلو ممكن يهرب يوزع كورة منطقة الجزاء لاتاتي فماش اوفسايد الثاني جاي بطولة باي في اسبوع ابكى برشلونة وحاليا يبكي مدريد الريال كنت سيميوني حاليا هو اول مدرب غير اوروبي يربح الشامبيونز ليج خاصية فران تمشي بالكرة والكرة خطيرة يحاصرونهم هنا في لشبونة زنقة بيت ركن خضر أخضر هنا في استاد ليسابون لعل وعسى الأتلتي أو الريال مدريد بنزيما كرة إيسكو ضربة مرمى لكورتوا الأتلتيكو هذا اللقب الوحيد الذي ينقص الجيران دي ماريا مارسيلو دي ماريا خطيرة لماذا لم يسدد ولكن مازال مدريد مازال الريال يقاتل واحد داخل في اثنين مارسيلو يلعب كورة على القائم الثاني جارد بيل بمتاخة الجزاء وفي لمسة يد الريال ليس له بانكينة مين كورة للأتلتيك الاثنين خطيرة وكورة في خطأ أرجع كورة لكر كاسياس لولا أن الاتحاد الأوروبي يشرف عليها لطالبت رسميا على الهواء عبر بيسبورتس أن يتثبتوا من المنشطات يا عالم ولا ستضيع على الكاس أرجع كورة خطيرة جدا نوري محاولات بالجملة جارد بيل بعيد على كريستيانو يرجع شوية ارتباك طبيعي جدا لأتلتيكو اليونان واليوم خسارة أيضا حاليا ولكن ما زالت خطيرة والكرة ترفض الريال كرة ترفض كريستيانو رونالدو مارسيل 1-2 كرة دي ماريا كريستيانو دي ماريا يمشي بالكرة هذه خطيرة بنزيما ترجع الكرة الثانية منطقة الجزاء والكرة في خطأ لمصلحة لوس انديوس اسبانيا
حقيقة في سنوات الامتياز. يهرب جارث بيل، يهرب جارث بيل، يهرب جارث بيل. مش ممكن يا بيل، مش ممكن يا بيل. ماذا تفعل يا بيل؟ ماذا تفعل يا بال؟ ماذا تفعل يا بيل؟ مش تفعل هذا، مش ممكن، مش معقول. اوه مسكين تشابي الونسو. الريال الشوط الثاني كبير ولكن غير محظوظ بالمرة. كارفاخال، كارفاخال عرضية خطيرة، إيسكو، والريال غير محظوظ بالمرة. الكرات تتواصل، أتلتيكو يعاني الآن، الريال يكشر على روح الفريق الأبيض. ثم هدف يتعادل يا مرتدة، قادم الهدف، قادم الهدف نهائي، والكرة ترجع من عمق الدفاع. يمشي كرة على طريق دي ماريا، هذه بالرأس خطيرة، والكرة ترجع مرة أخرى. كرة عرضية خطيرة جدا للريال، عنده كرة، عنده شانس، وكورتوا طويلة، أقوى من الجميع، أقوى من الجميع. النصر دي ماريا على القائم الثاني، ترجع رونالدو، هوري، مش ممكن، ضربة جزاء. هذه روح الريال، هذا أداء الريال، ولكن الكرة ترفض الريال. كرة عند الخير والراسية، هوري، ركنية للريال، هذه روح الريال. تمشي كرة مرة أخرى خطيرة جدا، ضاعت من المدافع وعدرها المهاجم. كارفاخال، كارفاخال تعب، كارفاخال ضاع، والريال يبيع، والريال يقرب، والكرة من مودريتش. يمشي مودريتش، شو خطأ فيش كلام، خطأ ما فيش كلام. 86 دقيقة، بيضة ولا حمراء وبيضة، انذار آخر، هي أو لا. ترجع بالرأس الملك خوان كارلوس، يفتخر بإسبانيا لكن تحس وجهه اللي في القلب، في القلب. طويلة، يمشي كرة مراتا، وكرة خطيرة لكن في خطأ، سحبوا معاه، والهولندي ممتاز جدا. وقيمة دييغو سيميوني، هذا الرجل كألف يا أخويا. ترجع الكرة على خطأ لفريق أتلتيكو مدريد، قتلوا التايم، قتلوا المباراة، ويكسب الريال 90 دقيقة من تاريخ دوري الأبطال. والليلة سابقا للريال، والليلة الأتلتي، أتلتي، أتلتي، لا صوت يعلو فوق الأتلتي. ريتشي خرج أحلى كرة، كارفاخال، والكرة في الدفاع، كرة للمرنجي عن طريق الفارو، مراتا خرجوه، خرج. بالفعل لن تنسى حاليا يا كاسياس، الشامبيونز ضايعة بسببك، ولكن مازال الركنية، والكرة من مودريتش، آخر كرة تمشي بالرأس، جول عطو، جول عطو دالمريكي. ريال، 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 مدريد، 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 المريكي يتعادل قبل الأخيرة، ضاعت والأخيرة دخلت، قبل الأخيرة ضاعت والأخيرة ضاعت والأخيرة دخلت. 1-1 يا المريكي، 1-1 يا الريال. ألا محذركم يا الأتلتي، ألا بقول لكم شوارزنباك، البارحة شوارزنباك، والليلة سيرخيو راموس. ملا كورة، ملا كورة، وملا فاينل، وملا نهائي، لا صوت يعلو فوق الإسبان. ليلة راموس، هدف لهدف. شكرا، شكرا يا راموس، لأنك أنقذت تاريخي، شكرا يا راموس، لأنك لم تعكر تاريخي. أنا شيخ في 33، أريد الاعتزال على شيء كبير. أنشيلوتي يرجع ميستر في الشوط الثاني، الكرة عن طريق رونالدو، رونالدو يمشي، موراتا، 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 وكرة خطيرة من سوزا، وراموس، الراموس يغطي مليح، فارو يعطي باس، كرة لجارد بيل، جارد بيل، أوت، أوت تماما، أوت، أوت تماما. تمشي كرة دي ماريا، دي ماريا عرضية، دي ماريا وميراندا، إيسكو لمودريتش، مودريتش يحط الكرة عن طريق مارسيلو. برازيليا، والكرة من تسديدة، حبوا الكرة، مارسيلو يدخل، مارسيلو، صعبة جدا دي ماريا، وكرة خطيرة مدريدية، وموراتا ما يبقاش في مكانه. رولانس من راموس، والكرة من مارسيلو، فما خطأ وفما ورقة. رونالدو أو كورتوا، يمشي كريستيانو، دقيقة، نهاية دقيقة، رونالدو خطيرة، وركنية، ركنية للريال، ويتحصر كريستيانو. يا مان الثقة ترجع الآن، جارث بيل يورب الآن، جارث بيل، وكرة ضاعت من جارث، جارث بيل اجري ما مشاش في ركلات الترجيح. ما زالت المباراة، والمقاتل راموس. الأتلتي عنده كرة، تقطع الكرة من الفارو موراتا، الأتلتيكو كرة، الأتلتيكو مدريد، العرضية خطيرة، والراموس يدخل، مودريتش يعطي باس موراتا، وكرة رونالدو بيل، يمشي الكروس، يمشي التوزيع، هذه الكرة عن طريق الفارو موراتا، وركنية، يمشي بالكرة دي ماريا، دي ماريا، الراسية خطيرة، والكرة ضاعت من المرينجي، يمشي التوزيعة خطيرة جدا، المتابعة، كرة موراتا، موراتا يقاتل،
وترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الريال. الريال ضاغط، حسيت بدنيا الريال أكثر جهوزية. الكرة المدريد، كرة للمرينجي، العرضية لم تمر لان، كرة هدية من كارفاخال ولكن منقذهم راموس عن طريق مودريتش، سيضرب مودريتش، يسدد لوكاس والكرة عن طريق العملاق كورتوا البلجيكي. قبيل الويلزي أغلى لاعب في العالم يعطي كورة ما مشيتش، هل يرقص راموس أم يرقص كوديت؟ ترجع خطيرة بالراس مارسيلو، مارسيلو لكريستيانو، كريستيانو والنيران. سيميوني يبيده يا كحلة، خلاص قرر أنها ركلات ترشيح. ديماريا يهرب، ديماريا، 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 جول 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 جارث بيل، جارث بيل، جارث بيل، أسوأ لاعب في المباراة يحقق العاشرة الأسطورية. الله يا بيل، يا راضي والديك، يا مرضي والديك، جاب الري، جاب كاس بلاتيني، مش ممكن. أسوأ يوم لجارث بيل في المرينجي، يسجل الثانية للريال. جارث بيل عن طريق دي ماريا. البي بي سي يحضر، خطيرة جدا وخطأ للريال، سليم على الريال في يوم الأبيض لم يستسلم. في كوريا واليابان والريال حقق التاسعة، وش يعمل؟ ايش يعمل إيكار كاسياس؟ آه يا إيكار، آه يا كاسياس، آه ماذا تفعل؟ دي ماريا يقول له شبيك؟ ايش بيك؟ ايش بيك يا كاسياس؟ ايش فيك؟ الثالث الجاي، الله حي الثالث الجاي، فرانشيسكو يسكو، فران 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 يعطي كرة خطيرة والريال يستاس. رونالدو يراوغ بحيوية العاشرة، رونالدو يعبر، سماهم الريال في 1920. مارسيلو جولاسو، التيرسيرو ديل ملكي، التيرسيرو ديل مرينجي، مارسيلو ودي ماريا يقلبون الطاولة على الأتلتيكو مدريد بالثلاث يا الريال، بالثلاث يقسمون، بالثلاث يحلفون، بالثلاث. الكأس بيضاء ملكية بجدارة واستحقاق. انهار الروخي بلانكوس، انهار الهنود، وتمكن الريال من الظفر بالعاشرة الأسطورية في غياب فورمة النجوم. يبكي مارسيلو ويسعد الكابيتانو. عاشر يا المرينجي، الريال، 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 وضرب الجزاء، صدق أو لا تصدق، ضرب الجزاء. ما أقصيك يا كورة، ما أقصيك يا كورة. بيل أوت الفاينل، جاب الثاني، ورونالدو لم يكن في يوم سيأتي بالرابع من كريستيانو. رونالدو، 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 الكوارتو ديل مرينجي، الرابع للريال، الرابع للريال. هاي الكرة، اكسترا تايم، الثاني، انهيار لأتلتيكو مدريد. أنشيلوتي يعادل رقم بوب بيزلي، ثلاثة الشامبيونز ليج، والريال الليلة يا جماعة يصبح أربعة الشامبيونز ليج في العصر الحديث. ومش ممكن، مش معقول، مش ممكن. الآن فما توتر الأجواء، ويقود الأجواء المتوترة ديجو سيميوني. لا يا ديجو، لا يا ديجو، لا يا ديجو، أنت الآن من أبرز مدربي العالم، سمعتك لتاريخك، أنت قدمت الكثير، هذه الكرة اللي غالب، ولكن الآن تتوتر الأجواء، فما استفزاز من المدريديين، ولكن هي طبيعة الديربي. دي ماريا يفهم لغة ابن البلد ويحاول تهدئة ديجو سيميوني، ولكن خسارة في الثواني الأخيرة. توترت الأجواء واشتعلت النيران، الليلة لن تكن سالمة في لشبونة. إجمياتوفيتش على اليوبي عام 2000، ثلاثية السندوني على فالنسيا 2002، الهدف الساحر، أجمل هدف في تاريخ الشامبيونز والنهائيات لزيزو زيدان. 2014 لاديتشيما ديل مرينجي، العاشر للريال. القضاء والقدر كتب العاشر للريال بمعاناة كبيرة، ولكن يحسب لراموس هذا الهدف. زيدان 12 سنة بطل أوروبا بعد أن كان لاعب، اليوم كمساعد المدرب الملك. قلت لكم أنه إسباني وملك إسبانيا، ولكن هو مدريدي القلب والهوى، وهو يعبر باللسان لكاسياس، أرعبتموني بيني وبينك، ولكن فزنا بالأخير. أربيلوا خيسي
هذا ريال 2014، فكيف سيكون ميرينج 2015؟ ممكن ببوغبا وممكن بسواريز، معهما الريال سيكون دنيا أخرى. النوفينا حضر فيها فقط من هذا الجيل كاسياس، وفي الدسمة يرفعها كاسياس، آخر كابتن رفعها 2002 هو فرناندو يرو. تتوالى الأسماء، تتعاقب الأجيال، والريال يبقى نادي البطولات. ترفع العاشرة العالية الغالية يا إيكار، كاسياس والريال كامبيون دي أوروبا، الشامبيون دي أوروبا، بطل أوروبا، الكامبيون دي أوروبا. لا جازيتا ستفرح للريال من أجل كارلو أنشيلوتي، والماركا صاحبة الرداء الأبيض ستعنون لديه سيما ميتيكا أسطورية يا الميرينجي.